تجزم تمز ورت اسمنس تيفاوين 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 سل تزر تسل مات تسل مات تيفاوين أين المادن؟ تيفاوين أين المادن؟ وميسا أين المادن؟ تيفاوين تسل مات؟ أين المادن تيفاوين تسل مات؟ تسل مات إيزول النو دماسة زورا تسل مات إيزول النو دماسة زورا شك متى ديزولنك؟ شك متى تيزولنك؟ أنا المات إيزولينو سيفاو تلانات إيزولينات مارن أنا المات إيزولينو إدأمناي الزول أهلين ومرحبتين بكم في هذه الحلقة من سلسلة ليبيا زي ما هي ضمن برنامج فسيفساء. في الحلقة هذه بنتكلم على ليبيا زي ما هي زي ما هي في اليوم. اليوم هذا مش هيكون زي الحلقات اللي فاتوا اللي نتكلم فيها على التاريخ القديم ونرجع بالتاريخ الماضي هلبة. حنتكلم على تاريخ ماليشي 10 سنوات وهو تاريخ تعليم اللغة الأمازيغية في ليبيا. أنا متحمس للموضوع هذا لأن الناس ما تعرفش عليه شيء والأمازيغية حاجة جديدة على بعضهم وما يعرفوش معناها تعليم الأمازيغية وشين هذه اللغة وشين فيها وإلى آخره. نحاول في أكثر من حلقة حنشرح فيها عليه تاريخ هذه اللغة والتاريخ تعليمها في ليبيا وشين يعلموا فيها وشين المواد اللي تدرس وكيف شكل الحروف متاعها وكيف تدرس وشكون هم الطلبة اللي يقروا فيها. أولادنا اليوم يتعلموا في اللغة الأمازيغية لهم سنوات وزي ما شفتوا في بداية الحلقة أولادي يقروا في اللغة الأمازيغية حتى في الغربة فالآباء يرفعوا معاهم في الكتب بتاع تعليم الأمازيغية ويدرسوا في أولادهم حتى برا ليبيا وفيه مدارس. هنا في كندا مثلا عندنا مدرسة لتعليم اللغة الأمازيغية في مدينة أوتاوا وهي العاصمة وفي الفصل يوجد أكثر من 24 طالب. إذن الأمازيغية الآن أصبحت تدرس ولها مدة تدرس وخلينا ندخل في التفاصيل بعد دقيقة. لكن قبل هذا كله نبي نبين لكم على الوجدان والحالة النفسية اللي عليها الإنسان الأمازيغي قبل ما يدرس الأمازيغية وكيف جت الفرصة أنه هو بدأ يدرس في الأمازيغية. وإليكم مقاطع من صور مشاهد لأول يوم وصلت فيه المناهج التعليمية للمناطق الناطقة بالأمازيغية وكيف الآباء من الفرحة يعني ما قدروش يخفوا دموع الفرح. لكن نبيكم تركزوا معاي وتشوفوا قداش كان متحدثي الأمازيغية متعطشين لتدريس لغتهم. 42 سنة من الحجر التام في ليبيا بالرغم أن الجزائر والمغرب تقدمت تقدم كبير في تعليم الأمازيغية ليبيا أصبحت في ذيل القائمة. وشوفوا كيف كانوا الناس متعطشين لتدريس الأمازيغية. تعرفوا لما كانت الحرب في أشدها في 2011 في جبل نافوسة ضد كتاب القذافي أول عمل اندار في الجبل لم يكن شيء آخر، يعني ما زالت الكتائب تقصف في الجبل وما زال الحرب قائمة وما زال الشباب في الجبهات. شن كانت المدرسات يديروا؟ شن كانت العائلات تدير؟ مع أن المدارس في ليبيا كلها مغلقة كان فتحت أول مدرسة لتعليم الأمازيغية. الحرب في أوجها والناس متعطشة باش تتعلم لغتها. يعني الكتائب كانت على بعد 50 كيلومتر على باطن في باطن الجبل وتبعت بصواريخها وتحاصر المناطق. شن كان في خاطر الناس؟ نعود لكم ونقول لكم كان في خاطرهم حاجة واحدة بس، يديروا ويعلموا لغتهم في المدارس. لو ما فيش دليل على تعلق الناس بلغتهم وثقافتهم أكثر من هيك، تخيل أنت محاصر من كل تركينة وأول حاجة تديرها هو تعليم اللغة بتاعك. الوقت اللي زي ما قلت كانوا فيه أغلب المدارس في ليبيا مسكرة بسبب الحرب. أنا أعطيكم مثال، هذا كان في مدينة جادو على فكرة، وأول مدينة
في أو تاني مدينة على فكرة كانت في اللي هي يفرن في نهاية شهر أبريل 2011 كانت محاصرة حصار تام مدينة يفرن. في مايو شهر بعدها مباشرة أقل حتى من شهر بعد التحرير مباشرة فتحت أول مدرسة تعليم اللغة الأمازيغية. وأثناء الحصار كان فيه مركز إعلامي باللغة الأمازيغية وكان فيه راديوات باللغة الأمازيغية ومش طبعا راديوات بعضهم إلى الآن. وأنا أكتركم شاف ليبيا الأحرار والقسم التام للغة الأمازيغية في القناة. ونزيدكم كذلك لما كان الناس مهجرين في تونس وبعاد لإحياشهم تعرفوا شو كانوا يديروا في تونس؟ في تونس وبالأخص أهالي زوارة لأن زوارة كانت أكثر واحدة محاصرة من قبل كتاب القدافي فتحوا مدارس اللغة الأمازيغية للاجئين في تونس. مدارس اللغة الأمازيغية للاجئين يعني شفتوا التعطش منع الناس قداش بيعلموا لغتهم. يعني ما كنتش تعرف على تعلم أو عن وجود معاناة الناس من عدم تعليم لغتهم وتعطشهم لتعلم لغتهم وثقافتهم وتعليمها لصغارهم وأصغار صغارهم، فهذا لا يعني عدم وجودها. أنا غير اللي بنأكد أن راهو في شريحة مهمة من المجتمع اللي بتبي تعلم صغارها اللغة الأمازيغية ولا ضير. ما تمتش سنة 2011 حتى كان فيه لجنة مشتركة من جميع المناطق الناطقة بالأمازيغية. على فكرة هذاك التدريس كله في أثناء الحرب كان تدريس عشوائي وكان يعني مدرسات مجتهدات يعلموا الحروف الأرقام كلمات جمل بسيطة إلى آخره، لكن بعدها مباشرة صار فيه تشكيل لجان وهذه اللجان بدأت في تكوين المناهج متاع اللغة الأمازيغية اللي حنجيها واحد بواحد. تكوين المناهج متاع اللغة الأمازيغية مر بعدة مراحل. زي ما قلنا اجتمعوا المناطق الناطقة بالأمازيغية والبلديات من زوارة من غدامس من الجبل من تينيري التوارق أوباري إلى آخره وادي أوال أتذكر فيها ماني شخصيا لأني كنت حاضر بعض هذه الاجتماعات. وداروا عريضة ووضعوا الخطط المشتركة لتعليم اللغة الأمازيغية. هذا كان في أكتوبر 2011. احنا ما زلنا نتكلم وراه في حرب والبلاد كيف طالعة الحكاية كيف ساخنة. يعني داروا المناهج متاع تعليم اللغة الأمازيغية وصدر قرار لا رجعة فيه من المجالس المحلية الأمازيغية. وللتاريخ كان المجلس المحلي مدينة تفر هو المبادر بأول قرار في إلزامية تعليم اللغة الأمازيغية في المدارس. وفعلا كونوا مناهج عفوا طلعوا هذه العرائض واللجنة المكلفة كونت المناهج متاع تعليم اللغة الأمازيغية. و من هذاك الوقت واحنا ندرسوا في اللغة الأمازيغية. الكثير حيستغرب يظن ان احنا راهم من 2011 الى اليوم التدريس الأمازيغية في ليبيا ما انقطعش، رانا نقروا في اللغة الأمازيغية. انا هنا نبي نوري لكم شن هي المناهج اللي نقروا فيها وشن هي المواد الموجودة وشن هي المواضيع اللي مرتبطة باللغة الأمازيغية وتعليمها في ليبيا. فالمطالبة بتعليم الأمازيغية راهو ما كانتش في يد الأمازيغ انفسهم بس، فيه أمثلة هلبة من ضمنها حتى علماء الآثار والأركيولوجيا وغيرها كانوا يقولوا أن في تعليم الأمازيغية استرجاع للغة ليبو والتحمو إلى آخره، وهذا كلام الأثرم وقال من خلال لغتهم نقدر نكتشف لغة الأجداد وكيف كانوا أجدادنا وإلى آخره. لكن إحنا رغبتنا مش لأننا نبغى نكتشف التاريخ، لا، لنقروا فيها لأن لغتنا لأنها كياننا لأنها حاجة نتكلموا بها كل يوم في حياتنا، نكلموا فيها في صغارنا نبغى صغارنا يتعلموا ويتعلموا أكثر. يعني لما تكون اللغة محصورة في الشفوي يكون الحجم متاع المعاجم متاعنا الفهم متاعنا والإدراك متاعنا زي إنسان جاهل. في ليبيا في ناس أميين، الناس الأميين هادو عندهم على الأقل التلفزيون وغيره في يتعلموا في مصطلحات جديدة وغيرها، لكن الإنسان اللي عنده لا تلفزيون لا راديو لا يتكلم لا جريدة لا يكتب لا يدير، كيف اللغة تتوسع وتكبر؟ المهم فخلينا نوري لكم أول منهج دار في ليبيا لتعليم اللغة الأمازيغية ونبدو به. هو هذا المنهج على فكرة صح مكتوب عليه رقم 2 لكن كان هذا صف الأول ابتدائي وكان هذا الكتاب متاع المدرسة متاع البيت. وكنا حطينا مع المناهج سيديين، سي دي واحد يقرأ في النصوص متاع الكتاب ونقول لكم علاش، والسي دي الثاني كان يقري في الأغاني اللي موجودة في الكتاب. خلينا نقول لكم شو في وسط الكتاب. علاش نبي نقول لكم الحاجات هذه؟ وعلى فكرة في البداية كانت المجالس المحلية طبعتها، لكن الآن الوزارة التعليم وهذا العلم متاعها وعلم ليبيا وتحتها وزارة التعليم وشكون اللي ألف الكتاب إلى آخره.
في الكتاب المدرسي بني في ليبيا على شيء مهم جدا يسمى اليونيكود، Education Unicode، يعني الستاندرد العالمي للتعليم. فكان لو أي كتاب تفتحوه في العالم اليوم مثلا في اللغة العربية، أول درس ياخدوه الطلبة هو صباح الخير يا أستاذ، صباح الخير يا التلميذ، ويعرفوا بأسمائهم وأنا اسمي والآخره. هذا هو أول درس بالأمازيغية في ليبيا، اللي هو هذا اللي هو تيفاوين. تيفاوين يعني صباح الخير باللغة الأمازيغية. وبعدين تعرف بالتلميذ والأستاذ والمدرس والآخره، والطالب في الجزء الثاني يبدأ يكتب في الحروف متاعه متاع اللغة الأمازيغية. نعم، الأمازيغية عندها حروف خاصة بها. بعدين الحلقة الثانية أو الدرس الثاني يكون عليه الأسرة. علشان أنا بن وحريص نوريلكم على الحاجات هذه، لأن ناس هلبة يتكلموا على الأمازيغية كأنها مش لغة، ما عندهاش قواعد، ما عندهاش معاجم، ما عندهاش، هذا كله بنجوه بنتكلموا عليه باش نمسحوا بعض الناس اللي يستفسروا هذه الحلقة، حتجاوبهم أجوبة كافية إن شاء الله. وكذلك نبوا نبينوا شن هي اللغة الأمازيغية وشن هو اللي يدرس في ليبيا. نعود ونكرر، في ليبيا الأمازيغية تدرس من سنة 2011 إلى يومنا هذا، وفيه شباب هل بتخرجوا، بل تدرس في الجامعة. يوجد قسم في الجامعة، في جامعة الزاوية، للغة الأمازيغية، وعندنا طلبة الآن يحضروا في ماجستير والآخره في اللغة الأمازيغية. إذن أنتوا اللي يعني الناس اللي يحسبوا أن حاجة جديدة الأمازيغية، ولا ما تدرستش مازال، ولا الحاجات هذه، أراه الأمازيغية تدرس لها سنوات. اللي جديد على الموضوع هو اعتراف الدولة، هو إدماجها في منظمة التعليم، هو هذا جديد، لكن كتدريس اللغة الأمازيغية موجودة من سنوات. الطلبة يحفظوا الحروف وترتيبها وإلى آخره في اللغة الأمازيغية عن طريق بعض الأغاني. هنا أغنية تقول الكتاب نفسه يسمى أدليس النو، بمعنى كتابي، أدليس النو، نبو سميناه بهذا الاسم باش الطالب يحس أنه هو حاجة تخصه هو، حاجة تهمه هو. فكتابي، قلمي، كراستي، شريطي إلى آخره، تسفيفة النو مثلا، تسفيفة النو يعني شريطي، أو يعني شريط المسجل يعني. فهنا يعني مثلا من الأغاني اللي يتبعوا فيها الأطفال في المدرسة في ليبيا، يتعلموا أفت فينا غنيقا، إينيك دو سفرو، يا يي يو، أدلي سنو، يا يي يو، ديدنا غسليلو، يا يي يو، أدلي سنو. هذه ربطتني بحاجة تانية، يا ييو، لأن حروف اللغة الأمازيغية مش بالعربية مثلا نقول ألف باء تاء، هذا الاسم بتاع الحرف، وبعدين نطق با تاء، الاسم والحرف. هنا بالأمازيغية أسماء الحروف أسماءهم يبدأ بالياء، فنقول يا يي ياب، ياك ياد ياض، ياف ياك إلى آخره. فيا هي البداية بتاع تعليم الحروف. وكما يوجد في العربية أبجد هوز حطي كلمة إلى آخره، في الأمازيغية يوجد شيء مقابل لهذا، كما توجد قواعد إلى آخره. فهني الشاهد أن الدروس باللغة الأمازيغية تتبع المناهج الموجودة في العربية أو في أي لغة من اللغات العالم كالإنجليزية والفرنسية والآخرية. اليونيكود هذا يحتم على جميع المدارس في العالم، اليابان، زي كوريا الجنوبية، زي ليبيا، زي مش عارف أمريكا الجنوبية، زي أوروبا، زي أفريقيا الجنوبية. المناهج تدرس وفق معايير معينة، وتقسم الحصص وفق أزمنة معينة، وهذا كله تبعناه احنا في وضع المناهج اللغة الأمازيغية في ليبيا، ودرناها بطريقة عصرية جدا، أعجب بها حتى ناس في وزارة التعليم من المنصفين منهم، ومن رسومات ومن طرق يعني هيك تكون جذابة للأطفال، وفعلا نجحت إلى حد كبير. طبعا التجديد مهم، التغيير مهم إلى آخره، وتعليم الفصول أولها زي ما قلنا، وتعليم الكلام، هذا كله بالنسبة للصف الأول الابتدائي، يتعلموا الأرقام. وجزء من الأشياء اللي يتعلموها هي حصص تعرف على بلادك. هنا التعريف بالصحراء الليبية، عفوا هنا التعريف بالصحراء الليبية، ومن يكون التوارق إلى آخره، اللي هم إيموهاغ، والطالب يتعلمون.
هنيه درس في الجبل والطلبة لابسين، عفوا الكاركترز يعني الأشخاص اللي موجودين في الفصل لابسين لباس ليبي تقليدي من حولي والردي والآخره. تعريف كذلك بالشط مثلا، الطالب اللي يصطاد في السمك في زوارة والشاطئ الليبي، وكذلك النشيد الوطني الليبي باللغة الأمازيغية. وأكثركم سمع النشيد الوطني باللغة الأمازيغية. يدفن 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 لسيدنا هو مول النمل بيدن وشاء. في أثناء الطرق في مدعاة، والطالب ما ينتهيش من صف أول ابتدائي حتى يتعلم النشيد الوطني الليبي، وهذا كلهم متوفرات سواء في الانترنت أو متوفرات للطلبة في شكل سيديات أو للإنزال من الانترنت باللغة الأمازيغية، بحيث يتابع جميع الأغاني الموجودات ويحفظهم بالموسيقى. وكل درس من الدروس 12 في السنة الأولى ابتدائي موجودات في هذا السيدي. علاش درنا سيدي؟ لأن الأسر أولياء الأمور أكثرهم أميين في اللغة الأمازيغية، أم تتعلم الأمازيغية؟ يعني أجيال من أجيال على أجيال ما تعلموش اللغة الأمازيغية، فكان الهدف هو أن يشاركوا أولادهم في تعلم اللغة ويتعلمهم أنفسهم. فممكن تأخذ الكتاب وتصفحه من أول الغلاف لنهاية الغلاف بالسماع إليه ومتابعة الكتابة مع طفلك. حاولنا نوفر أشياء كثيرة جدا للأطفال في المرحلة الأولى للصف الأول ابتدائي في تعلم اللغة الأمازيغية. من ضمنها درنا حاجات مسبقنا لها حد من قبل. أنتوا تعرفوا يا مثلا في اللغة العربية تمشي لأي محل تلقى ألعاب باللغة العربية، ناطقة باللغة العربية، تلقى أشياء زي هذه. في ليبيا ما فيش حاجات باللغة الأمازيغية، فبادرت بعض المؤسسات وبعض الجهات لوضع أشياء ولعب للأطفال باللغة الأمازيغية، زي هذا الكمبيوتر الصغير اللي يعلم في الحروف والكلمات ويرغبهم باللغة الأمازيغية. فبمجرد الضغط زي ما سمعتوا أرتوفات الزول بمعنى السلام عليكم، أرتوفات بمعنى إلى اللقاء. بمجرد ما يضغط الطفل يخرج له الحروف باللغة الأمازيغية ويتابع بها. وكذلك سامحوني الصوت عالي هلبة، نديروا كذلك نلقوا مثلا الكلمات تاولت يعني الكلمة باللغة الأمازيغية. لازم هنا نحيي المدرسة متاع اللغة الأمازيغية وكذلك إعلامية لميس القبلاوي، هي اللي دارت كل هذه الأصوات اللي تخص التعليم في ليبيا. دارت مجهود كبير جدا في تعليم اللغة الأمازيغية وإضافة الكلمات وإلى آخره في الأصوات، فصوتها أصبح مصاحب لكل طفل في ليبيا. انتقلنا من أول ابتدائي، خشينا إلى صف الثاني الابتدائي، ومن صف ثاني ابتدائي إلى الثالث ابتدائي. كانت من ضمن الأشياء اللي ما قدرناش نوفرها للأطفال اللي هي الكراسات باللغة الأمازيغية، لأن حتى كتابة الأمازيغية تبدو في العربية نحط الكلمة على السطر، في الأمازيغية الكلمة تتعلق على السطر، السطر يكون فوق وتتعلق عليه الكلمة تعليق. فبمجهودات ذاتية في البداية وبعدين بموافقة وعمل من وزارة التعليم وفروا كراسات للغة الأمازيغية لتعليم الأطفال وتدريبهم على كتابة الحروف الأمازيغية عن طريق الكراسات هذه. وفعلا وزارة التعليم قامت بمجهود كبير لتوفير على خاطر ما سكرتهاش قال لي بالسلامة. هذه الكراسات حتى هي توفرت. تخيلوا معي يعني مشينا من لا تعليم اللغة الأمازيغية إلى توفير كل شيء في فترة وجيزة جدا، من 2011 ل 2012 توفرت كل هذه الأشياء لتعليم اللغة الأمازيغية. بعدين كان فيه توفير لشيئين مهمين جدا، كيف يكون التعليم من غير وجود كذلك مجلات وجرائد باللغة الأمازيغية. فتوفرت الجرائد هذه والكوميكس للغة الأمازيغية للأطفال لمتابعة تاريخهم وتاريخ بلادهم وناسهم وتاريخ ليبيا في العموم. فهذه كوميك مكتوبة باللغة الأمازيغية، وللطلب اللي ما سعفهمش الحظ يتعلموا اللغة الأمازيغية النصف الثاني من الكوميك باللغة العربية باسم تاريخنا، واندارت فيه تقريبا 14 جزءا للأطفال باش يتابعوا في المدرسة وإلى آخره. للمدرسين كذلك وفرنا كتب ومجلة تسمى أرمات اللي هي تعني الاعتدال. فمجلة أرمات هذه صممت من البداية إلى النهاية باللغة الأمازيغية ووفرت لأولياء الأمور ووفرت للطلبة وللمدرسين، بحيث أنه يطلع من المدرسة يجد شيء آخر في اللغة الأمازيغية يتابع به. طبعا كان فيه الراديو، فيه التلفزيون إلى آخره.
هنا نتكلم كأن الشيء جميل، الحياة كلها جميلة والأمور ماشية تمام. هنا بنتكلم غير على الإيجابي، هنا تو بعدين نتكلم على الأشياء السلبية اللي صارت. التعليم يمر بالله، هنا في صفحة كيف فتحت بروحها، هذه حلقة أو مقال كتب في مجلة أرمات عن فرحة الأطفال، وهذه بنوريها لكم في الشاشة، بتعلم اللغة الأمازيغية، والتحقيق مصور عن أول مدرسة لتعليم اللغة الأمازيغية في المدارس الليبية، وكانت هذا التحقيق المصور سنة بداية 2013، أظن يناير 2013، هذا تقريبا شهور بس بعد بداية التعليم في ليبيا. المجلة طبعا زي أي مجلة عصرية يصاحبها سي دي، معها مثلا قسم للألعاب والكلمات المتقاطعة، معها قسم للأبراج وإلى آخره باللغة الأمازيغية، معها قسم للتصاميم واللباس والألبسة وإلى آخره باللغة الأمازيغية، مسرح، كذلك قسم للتراجم العالمية، قسم للقصص والحكايات، قسم للفصول وتقسيماتها والعادات والتقاليد الأمازيغية، قسم للتاريخ إلى آخره، بل حتى فيها مطوية في الوسط بتاع المجلة كنت تنزلها وتعلقها في حيطك زي ما كانوا المجلات القديمة يديروا لكل أجزاء من ليبيا للتقويم السنوي زي ما تشوفوا هنا. طيب علشان نتكلم على هذا كله، لأن الناس هل بيتكلموا به اللغة الأمازيغية كيف هذه تنكتب وكيف تندار، فنوري لكم أنه بالعملي أن اللغة الأمازيغية فيها كل المقومات متاع اللغة، وأن هذه كلها استخدمناها وبديناها من بداية 2011 لما تنسمنا شوية من الحرية. أهنيه مثلا في مجلة أرمات هذا عدد يتكلم عليه رواية شكسبير اللي هي ترجمت إلى اللغة الأمازيغية روميو وجولييت، مقالات على أحدث الكتب، فيه قسم للأكلات، قسم ما قبل التاريخ، العادات والتقاليد، قصص وحكايات عالمية تترجم إلى اللغة الأمازيغية، كان يكتب فيها الأستاذ سعيد عمليش، وكان كذلك قصص يكتب فيهم عياد بقوش وغيره من الأساتذة اللي ترجم اللغة الأمازيغية، قسم للتاريخ، قسم يعني أقسام إلى، وكذلك كنت ندير فيها في عدد، أظني كنت ندير فيها في على السفر حول العالم، مثلا سفريات ودول عام وثقافات الأخرى، هذه سفرة لي كانت للتيبات في ذاك الوقت، ومع الدالي لاما صورة لي مع الدالي لاما في هذه الوقت. المهم الشاهد أن الطلبة يلقوا المواد هذه في الكتب. في جانب المجلة زي ما قلنا كان فيه الكوميك باللغة الأمازيغية، وكانت فيه هذه الأشياء كلها. طيب الكتب اللي تدرس اللغة الأمازيغية في ليبيا مهم جدا تعرفوا محتواهم، وإحنا حاولنا نتقرب مع المناهج حول العالم ونهتم بأشياء كثيرة جدا، منها نبذ العنصرية، التعددية الثقافية، احترام الآخرين إلى أبعد الأمور، ومحاولة تدريس تاريخ ليبيا. فمثلا هذا صف سادس الابتدائي، الكتاب هذا زي ما تقولوا أهو لابسين لباس ليبي، أول درس فيه عن أظني إذا كان أنا مش غلط الدرس الأول تشوفوا لغة أتارية، بعدها يتكلم مباشرة عن مدينة قرزة الليبية في جهة ورفلة اليوم، والدرس هذا يتكلم عن الزراعة عند أجدادنا الليبيين زمان، يتكلم عليه تاريخ ليبيا، والطالب يقرأ ويشوف عمل على تاريخ بلاده، منها يتعلم لغته ومنها يتعرف على تاريخ بلاده. وهني فيه قسم عن أشكال العمارة والزخارف، والعمارة في ليبيا كلها مقسمة على 6 أجزاء. حاولنا أن يكون المنهج ليبي بامتياز ويهتم باللغة والثقافة الليبية الأمازيغية. فيه كذلك قسم عليه النحو، مثلا اللغة الأمازيغية يبدأ الطالب من أول ابتدائي في تعلم النحو بتاع اللغة الأمازيغية، تقسيم الاسم الفعل والحرف وإلى آخره، حتى يتعلم علم العروض ويصل موصل كبير جدا في الأدب وإلى آخره للغة الأمازيغية. هذا نقول لكم مشينا من له شيء ومن ناس ما تعرف شيء على لغتها، حتى بدينا نعلمه في هذه الدقائق الأمور في اللغة الأمازيغية، زي ما قلنا في النحو وإلى آخره. بل
في اللغة الأمازيغية. حتى هنا الدرس الثاني حتى هو كان درس معتبر في التاريخ. هنا نقزوا صف سادس ابتدائي والنصوص بدأت تكبر والكتابة بدأت تكتر وإلى آخره. زي ما تشوف الخريطة وانا ليبيا وبجنبها الليبو القدامى والليبي اللي على راسها ريشة والباحثين الأركيولوجيين كيف يديروا والأثار الليبية من جرمة إلى لبدة ومصراطة والأثار واللقى في كل مكان في ليبيا. هذا مش كتاب تاريخ، هذا كتاب مدرسي لكن يعلم التاريخ الليبي. انتقلنا من هذا وتكلم طبعا هنا النحو تصاريف الأفعال وإلى آخره في اللغة الأمازيغية فيكون تاريخي. بعدين في درس ثاني مهم جدا وهو يدعو إلى السلام، يدعو إلى قيم المواطنة، يدعو إلى المحبة والتقارب ما بين كل الليبيين. هذا الدرس وضعنا فيه صور لكل أرجاء ليبيا، زي ما تشوفوا هنيه صغار من كل أرجاء ليبيا يلبسوا في اللباس الليبي، كذلك التكامل الاقتصادي، تكلمنا فيه كذلك في السلام حول العالم وكل البشرية من يبدو من اليمين إلى اليسار، عربي، أوروبي، إفريقي أسود، آسيوي، الهنود الحمر والشعوب الأصلية في العالم. كذلك عن الديانات اليهودية، الإسلام والنصرانية، الديانات التوحيدية، ودخلنا مرة أخرى في النحو وإلى آخره. من ضمن الأشياء اللي اهتمينا فيها في الكتب المدرسية الحفاظ على البيئة. هنا أسرة ماشية تتزرد، درنا القصة متاع التزريدة، وبعدين الحفاظ على البيئة وتكون البيئة وكيف ما تلوحش الكناسة وكيف ما تديرش إلى آخره. إذن قيم المواطنة، قيم الحفاظ على البيئة، قيم محبة الوطن واحترام الآخرين وتعدد الثقافي وإلى آخره، قيم راسخة ومتجدرة في المناهج المدرسية في ليبيا، ونحاول بأكبر قدر الإمكان أن تكون هي القيم الأساسية في التعليم في ليبيا. إلى جانب هذا يتعلم الطالب أنه هو كيف من الأشياء اللي كانت المدرسات حريصة عليهم اللي هي كيف يكون لوائح ويتعلم كيف ينظم وقته، وهنا يعني درس عن التوقيت وكيف استعمال الوقت وإلى آخره، ويعني تعليم التوقيت، تعليم ترتيب الحياة اليومية وإلى آخره بالنسبة للطالب. اللغة الأمازيغية راهي مبنية على قواعد وعلى أسس لغوية زيها زي أي لغة خلقها ربي، فيها عندها الحروف متاعها، عندها التجديد في اللغة نفسها. مثلا هنا في درس أو نجيب لكم درس معقد شوية، هذه القيم اللي تكلمنا عليها بكري ممكن تقولوا أشياء يعرفها الإنسان من كلمات. هنا دخلنا فيه كلمات ممكن أغلب المتعلمين اللغة عفوا اللي يتكلموا اللغة الأمازيغية ما يعرفوهاش بحكم أن هي كلمات مستحدثة في اللغة الأمازيغية. والاستحداث لا يعني أن احنا نخلق من عدم، بالعكس نمشوا اللغة الأمازيغية هي لغة اشتقاقية زيها زي اللغة العربية، وكذلك لغة نحتية بما حيث أنك أنت تأخذ كلمة قديمة وتخلق منها كلمة جديدة. مثلا النقاهة، مثلا درس السجنف وذها أو المعالجة أو النقاهة، جاية كلمة السجنف النقاهة جاية من يسنف بمعنى يرتاح، وأسجنف هي هنا في درس في الصف الخامس الابتدائي كتاب هذا يعلم مثلا الإرشادات الطبية، كيف تتعامل مع الطبيب، كيف تتعامل مع كل الإرشادات الطبية، تتعلم كيف تدير الرياضة وأن في الصحة السلامة وإلى آخره. والطلبة هنا الكتابة متاعهم على أقل من الكتاب صف السادس طبعا في ناحية الحجم والعدد، وكذلك عندهم شنو يسموا فيها هي تمارين بعد الدرس ويتابعوا فيهم. تذكروا تكلمتكم على القوائم، هذه القوائم اللي يعدها الطلبة من صف رابع الابتدائي يعلموا فيهم كيف يرتبوا حياتهم. هني أعضاء جسم الإنسان، وأعضاء جسم الإنسان كذلك يتعلم جميع أعضاء جسم الإنسان الطالب باللغة الأمازيغية في بالشعر، مثلا تفكة، يعني يتعلم كل الأشياء هذه عن طريق الشعر، والطبيبة والممرضة وشين عندها من أدوات حتى هي باللغة الأمازيغية. وهنا الطلبة إلى الحد الصف الخامس ما يتعلموش القواعد بنفس الطريقة اللي يتعلموها في الصف السادس وأول إعدادي وثاني إعدادي، لكن يتعلموا أجزاء من القواعد متاع اللغة. من الأشياء الجميلة واللي يحبوها الطلبة هي الدروس العملية اللي يديروا فيها في الفصل مع المدرسة، وهذه تجي مع الصف الرابع الابتدائي أظني.
صف الرابع ابتدائي، كل واحد عنده فيه وحدة طبعا في تصميم الكتاب، اللي هو التسوق، كيف يمشي يتسوق الطالب مع أمه أو أبوه يمشي للسوق، وكيف يعاون أبوه وأمه في أغراض البيت. ومن ضمنها المدرسات يديروا فيه دروس عن طريقة طهي الكسكس في المدرسة كأكل وطني، فالطالبة تجيب كل أدوات الكسكس وتطيب لهم عمليا في الفصل، زي ما تشوفوا المدرسة هذه اللي علمت الطالبة متاعها، وطرق ومقادير تحضير الكسكس والكلمات المتعلقة بهذه الكلمة. كذلك مثلا كيف يحافظوا على البيئة والحيوانات، دروس عن يعني دروس لا تنتهي في تعلم وتعليم اللغة الأمازيغية. من ضمن الأشياء اللي يتعلموها الطلبة وهذه مهمة جدا، يتعلموا عليه قضية الحيوانات مثلا، والقصص متاع الحيوان القديمة هذه اللي علموها لنا جدودنا واللي بقيت راسخة حتى الوقت العصر الحديث، وهذه القصص مثلا زي قصة الجرانة والفكرونة. الجرانة على فكرة كلمة أمازيغية، وفكرونة كذلك كلمة أمازيغية، فيتعرف الطلبة أن فيه كلمات أمازيغية في اللهجة الليبية، ويتعلموا كذلك القصص والحكايات اللي حكاهن جدودنا الأولين. بمعنى نحاول نديروا منهج تليبي كامل في المناهج بتاع تعليم اللغة الأمازيغية. بجانب إيجاد المناهج هذه، وفرنا للطلبة وللمدرسين على حد سواء، مثلا المدرسة تدير ملصقات للطلبة لو نجحوا في درس معين تأخذ لصقة وتحطها لهم. تخيلوا هذه كلها اندارت توه، ما كانتش متوفرة في ليبيا قبل، كانت ممنوعة وعليها حظر تام، فهذه كلها توفرت بعد الثورة متاع 17 فبراير، وتوفرت هذه الألعاب زي ما شفتوا، الباكو من أولى الآخرة باللغة الأمازيغية، ولعب الأطفال كذلك باللغة الأمازيغية، وسمعتوها بالصوت قبل شوية. وكذلك توفرت ألعاب عالمية زي هذه اللعبة، هذه اللعبة مشهورة تتسمى سكرابل، اللي هي لعبة الحروف اللي تشوفوها هنا في الشاشة. اللعبة هذه هي لعبة أسرة كاملة تلعب مع بعضها، وتقعد يعني يلعبوا بالكلمات ويجدوا ويعرفوا كيف يرتبوا الكلمات إلى آخره في اللغة الأمازيغية، ويتعلموا الحروف ويتعلموا أشياء أخرى. فاللعب التعليمية كلها توفرت للطلبة في فترة وجيزة جدا من التعليم في يوبيا، من ضمنها هذه اللعبة الجميلة اللي تسمى باجل، وهي لعبة كذلك توفير الحروف والأرقام باللغة الأمازيغية كذلك، وهي لعبة يصير فيها خضان ويطلعوا الحروف، ومن الحروف لازم تكون كلمة وإلى آخره، يعني من الأشياء هذه. وعلى فكرة كلها متوفرة في الإنترنت، الإنسان يقدر يقرأ عليها ويتعلم كيف يتم تعليم الأمازيغية من خلالها، وهذه كلها لعب متعلقة بتوقيت. بالنسبة للطلبة الصغار بكل، كان يتوفر لهم أشياء زي الألعاب هادو اللي هي متاعة التركيب، وفيه لوحة زي هذه في كل المواضيع المتعلقة بتعلم اللغة الأمازيغية. أهني شن هو اللي نستفيدوه من هذا الحديث اليوم عليه تعليم اللغة الأمازيغية في ليبيا؟ حاجتين اثنين. اللغة الأمازيغية قامت بسواعد وجهود ناسها، بمعنى برغبة ناسها نفسهم في تعليمها، فما كانش لوزارة التعليم أي دخل في إعداد المناهج ولا طباعة الكتب ولا آخره في البداية. بعدين لما صدر قرار بطباعتها، فعلا قامت وزارة التعليم بطباعة الكتب، ولكن صارت عراق الهلبة، للأسف عراقيل الهلبة، لكل مرة يطلعونا حاجة وكل مرة يطلعونا إشكالية، فكان فيه صراع كبير جدا من 2014 لعند اليوم من أجل إدماج الأمازيغية. مرة يحطوها تحت المجموع، مرة يحطها فوق المجموع، ممنوع هنيه ما تديروهاش هنيه، يعني مشاكل كبيرة جدا عرقل التعليم اللغة الأمازيغية. مرات حتى الكتاب يطبعوه، احنا نكتبه من اليسار لليمين، يطبعوه من اليمين واليسار، هذه ما هيش مقصودة، ولكن غير اللي بنقوله ان كانت في عراقيل هلبة لتعليم اللغة الأمازيغية، منها المدرسين اللي ما تقاضوش المعاش متاعهم. يعني تخيل مدرس يدرس اللغة الأمازيغية من 2012 لعند اليوم، مش معين رسميا في الدولة ومش معترفين به انه هو مدرس للغة الأمازيغية. طالبنا بإحضار مدرسين من دول الجوار، قالوا لا لازم يكون مدرسين من ليبيا، مع أن اللغة العربية أول ما بدت كانوا يجيبوا لها في أنا نفسي قراني مدرسين مصريين وقراني مدرسين من سوريا ومن غيرها ومن غيرها. علاش حلال عليك وحرام علينا؟ احنا نبوا مدرسين للغة الأمازيغية مثلا من الجزائر أو من المغرب، بحكم أنهم سبقونا مدة طويلة، منعونا إلى اليوم مش مسموح بنا نجيبوا مدرسين من برا ليبيا. كذلك
يعني العراقيل هلبة اللي جابت اللغة الأمازيغية، لكن الناس ما زالت مصرة، وزي ما شفتوا في البداية أن الناس متشوقة من البداية تبي تقري لغتها وتبي توصلها إلى ما تبي توصلها، وفيه جامعات وفيه وفيه وفيه. ما فيش معهد لتعليم للمعلمين للغة الأمازيغية حتى اليوم، ما زالوا المدرسين بعد ما يكملوا مرحلة التعليم متاعهم ويتخرجوا كمدرسين يدرسون اللغة الأمازيغية كشيء جانبي، ولكن لا يوجد معهد لتعليم المعلمين اللغة الأمازيغية من الألف إلى الياء لتعليم الأمازيغية. وهذا مش تقصير منا بل تقصير من الدولة، ونحن نحث الدولة أن هي تجعل على الأقل قسم من الأقسام في المعاهد التعليمية لتعليم اللغة الأمازيغية. إلى هنا أنا ما نبيش نقعد نتفلسف ونتكلم اللغة فيها قواعد وفيها وفيها وفيها، أنا وريتكم كل شيء عملي شين يقروا صغارنا. الناس اللي تعارض راو أنت مش حريص أكتر منا على تعليم صغارنا، وإحنا نعرفوا شين نديروا لهم وشين نقدموا لهم، والحمد لله ما صارش فتنة، ما صارش انفصال، ما صارش مشاكل، ما صارتش حروب. أهل الأمازيغية تدرس لها أكتر من 9 سنوات في ليبيا، والطلبة تخرجوا والآن في الإعدادية في الثالثة إعدادي، ويعرفوا يقروا ويكتبوا بلغتهم الأمازيغية وفرحانين، والناس ما زالت مستفرنة في تعليم اللغة. الإعطاء الحقوق هو اللي جعل الشعب متماسك، مش منع الحقوق. خلونا نولي شوية ونتكلم عن التعليم في ليبيا. تعرفوا التعليم في ليبيا بالطريقة الإجبارية اللي نعرفوها اليوم في العالم كله، تفاصيل هذه متاع الابتدائي والاعدادي والثانوي الى اخره، بدت في المانيا وفي مقاطعه قريبه على النمسا اليوم لما كانت متحده في عهد الامبراطوريه. هذا مش موضوعنا. في العهد العثماني الثاني بدات التعليم الاجباري في ليبيا، وبدات تتعالى والتعليم كان باللغه العثمانيه. صحيح من البدايه كان فيه تعليم للغه العربيه، لكن ما كانتش معطيه الأهمية الكبيرة، ما كانوا يعطوا فيها الأهمية اللي تستحقها كلغة يتكلمها أغلب الشعب الليبي. وكذلك كانت لغة الخطاب مع الدوائر الحكومية وأول جريدة سطرت في طرابلس وغيرها كلها كانت باللغة العثمانية. فالعربية زي ما تقولوا كانت محقرة، ما كانش يعطوا فيها مكانة في هذاك الوقت. أكتركم ربما ما يتصورش أن العثمانيين كانوا مش مهتمين باللغة العربية لأي شكل من الأشكال، بل حتى كانوا يجبروا في الناس انهم يتعلموا العثمانية باش يتعاملوا معهم، وحتى في خطاباتهم وكل شيء لازم تندار باللغة العثمانية. صار يعني في تململ بسبب هذه القطاعات الخدمية بالذات في الدولة، وكان فيه ليبيين هل بيطالبوا ويدافعوا على إعطاء اللغة العربية حقها، خصوصا أن السكان زي ما قلنا ما كانوش يعرفوا اللغة العثمانية طبعا إلا النخبة منهم. وبعد صدور المشروطية متاع 1907 بدأ تعليم اللغة العربية يزدهر، وفيه نخب ليبية هلبة بحكمتها واجتهادها وصلت للمساواة في التعليم في ليبيا، وخصوصا جعل اللغة العربية في المناهج الإلزامية، ومنها منهم طبعا عدد لا بأس بهم اللي كانوا يطالبوا بإلزامية اللغة العربية كان فيهم شخصيات أمازيغية زي الفصاطوي صاحب جريدة المرصاد، زي البوصيري صاحب الرقيب العتيد غدامسي وغيره. وهذا عرجنا عليه على فكرة في حلقة الصحافة. للأسف الموضوع متاع التعليم هذا ما طولش هلبة. تخيلوا من 1907 من بداية المشروطية بدوا يسمحوا في اللغة العربية في تدخل مجال الدولة، والمشروطية على فكرة تعني الدستور في هذاك الوقت. يعني العثمانيين حكموا ليبيا المدة هذيك كلها مئات السنين من 1500 وشوية لعند 1911. في المترة هذيك كلها المئات السنين يعني 4 سنوات فقط كانت فيها اللغة العربية لغة رسمية في المشروطية من 1908. به الحكاية ما تطورتش هلبة وصارت انتكاسة تانية بعد الاحتلال الإيطالي لليبيا، بحيث التعليم أصبح إجباري ومحصور في اللغة الإيطالية، والعربية مهمشة وأعطيت يعني صورة هامشية جدا ودروس هامشية في الجامعة. وعاود الليبيين واجتهدوا في إدخال اللغة العربية في التعليم، وصار عدد المتعلمين في تزايد في ليبيا. يعني وكان في تململ من حالة المضايقة وتحقير اللغة العربية من قبل المستعمرين.
طبعا هذه الحاجات هلبا الناس نسوها، لكن كتب التاريخ وثقتها لينا، ونضال الليبيين من أجل جعل العربية في الدستور لأجل حمايتها وصيانتها حتى هو متوفر لأي باحث يبحث عليه. هذه المعلومات ما نقولش فيها من راسي، هذه الكتب التاريخية تقول لنا، بل حتى الجرائد القديمة نلقوا فيها المعلومات هذه كلها. وحنا نتكلم اليوم على الأمازيغية، شوف النضال والجهاد اللي داروه الأجداد لأجل إنصاف اللغة العربية هو اللي يديروا فيه توا الأمازيغ باش تكون لغتهم منصفة من قبل الدولة، وتكون فيه اللغة الأمازيغية عندها مكانة في ليبيا، واللي هي جزء من مجدان وكيان مجموعة مهمة من المجتمع الليبي. وطبعا الليبيين آخرين زيك عندهم لغتهم وثقافتهم إلى آخره، به ويحاولوا أنهم هم يقدموها ويوصلوها لصغارهم ويوصلوها الفضاء المناسب باش تنتعش وترتقي. بدون شك في أواخر العهد الملكي كان فيه بوادر أغلبها لم تنجح في لم شتات اللغة ومحاولة تدريسها، ومن أبرز الأسماء كان سعيد سفاون المحروق وبشير قاسم يوشع، بل كان فيه مطالبات بحصص حتى تلفزيونية وفي الراديو وغيرها باللغة الأمازيغية، لكن أغلبها جوبهت برفض عنيف. وكان طبعا في هذاك الوقت المد الناصري العروبي وغيرها والقومجي متشنج في بلادنا، لا يسمح بالتعددية بأي شكل من الأشكال، واللي مخلفاتها للأسف موجودة حتى الآن عند بعض الناس. طيب جينا بعدها في انقلاب سبتمبر، وكان أشد قسوة من ذي قبل، بحيث يعني سجن وأعدم وأبعد كل من طالب بتدريس الأمازيغية أو قول بوجودها أصلا في ليبيا. يعني الموضوع ما أصبح مجرد مطالبة بتعليم الأمازيغية، أصبح حتى القول أن هي موجودة هذا أمر مرفوض، وأخرج إبداعات جديدة زي اللغة العربية أصلها اللغة الأمازيغية أصلها عربي، ومش عارف الكلام هذاك اللي ماليش معنى. المهم، ومن ضمن الأشياء اللي نتمنوها أن عدد كبير جدا من الناطقين بالأمازيغية في طرابلس ينبولهم المناهج، تكون على الأقل مناهج تدرس اختيارية في طرابلس مش زي المناطق الناطقة الأمازيغية، وهذا وافقت عليه وزارة التعليم. الآن الحكاية تبي تنفيذ، ونحتاج كذلك إلى مدرسين، والمدرسين الراغبين في تعليم اللغة الأمازيغية وتعلمها. وعلى فكرة يعني في الجبل فيه، أنا نفسي شفت طلبة من لاجئين من سوريا، في فلسطينيين، في غيرهم أولادهم يعني تجاوزوا الطلبة الأمازيغ في تعلم الأمازيغية، بل حتى في المسابقات اللي تصير سنويا على اللغة الأمازيغية من ناحية الإملاء، من ناحية التعبير وإلى آخره، أكثر الطلبة اللي ينجحوا ويجيبوا في معدلات عالية جدا، وهذه من غير مبالغة، صحيح في طلبة أمازيغ هلبة، بس في كذلك طلبة أصولهم عربية يعيشوا في الجبل. وأظن العام اللي فات واللي قبله طالب من الغنايمة إذا كان أنا مش غالط كان جاب هو الأول على مستوى ليبيا، وفي نالوت مثلا طلبة سوريين، في زوارة طلبة من جميع الفئات والجنسيات تتكلم وتتعلم في اللغة الأمازيغية في المدارس، والأمور ماشية والبلاد عايشة في أمن وسلام. فأرجوكم الإنسان اللي ما يعرفش ينشد، شن هي اللغة الأمازيغية اللي تدرس في المدارس؟ هي اللغة الأمازيغية المعيار، هي اللغة الأمازيغية الموحدة. به شن اللي تقروا فيه في اللغة؟ هي تكلمتكم على المواضيع كلها، تليب ووحدة ليبيا وحب ليبيا والاهتمام بليبيا وبالتراث ليبيا وإلى آخره. هل عندكم مدرسين؟ عندنا مدرسين، عندنا نقص، فيها عراقيل، الناس ما زالت تقاوم، فيه كتب، فيه مجلات، انت غير انشد بس وحنا نجاوبوك على ليبيا. سامحوني يعني غالبا نتكلمكم على تاريخ ليبيا والحاجات القديمة، فقلت اني نتكلمكم على التاريخ المعاصر اللي هو من 2011 لليوم في هذه الحلقة، وفي الحلقات الجاية نتكلم أكثر عن اللغة نفسها، نتكلمكم على القواعد، مش باش نعلمكم لغة ولكن باش نبين لكم التفاصيل متاع اللغة الأمازيغية، وشين الفوارق بينها وبين اللغة العربية، شين اللي يجعل اللغة الأمازيغية لغة قائمة بذاتها، وعلاش هذا التفرق في التنوع الأمازيغي واللهجات وإلى آخره اللي يتكلموا بها الناس، وعلاش مثلا الأمازيغ في مناطق ما يفهموش من أمازيغ آخرين، وشين السبب في هذا، وهذا كله بيجي في الحلقة الجاية بإذن الله. نشكركم على حسن الاستماع، وربي يحفظكم إن شاء الله ويحفظ ليبيا، و نتمنى إن شاء الله أن نتكلموا أكثر على بلادنا، وكل واحد من جهته يتكلم على البلاد اللي بيها اللي هي واسعة، وكل واحد يتكلم على منطقته باش نزيدوا نحبوا بلادنا ونعرفوا بعضنا ونتعرفوا على بعضنا. تحياتي وإلى اللقاء إن شاء الله. سلام عليكم.